إنه سليل البيت العريق، بيت الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود. تربى مع أشقائه على أخلاق الملك الفاضل، ونهل من عنفوانه الإسلامي وحميته العربية، واستقت مواهبه من ينابيع الإرث الكبير للجزيرة العربية مهد الرسالة ومنطلق الدولة الإسلامية وقاعدة توسعها في القارات وتخوم البشرية. ألقيت على الأمير خالد الفيصل منذ شبابه مسؤوليات حملها بفعالية وبحس عطاء تجلى في ثمار عهده في إمارة عسير التي شهدت تحولات كبيرة ونهضة تنموية وعمرانية وثقافية واسعة. في عسير كما في إمارة مكة المكرمة بنى خالد الفيصل عمله دوما على الصلة المباشرة مع الناس والاستماع إليهم، وفي الوقت نفسه على الإدارة الفعالة لفريقه ومساعديه الذين يلتقي بهم يوميا لمراجعة الأوضاع واتخاذ القرارات بشأنها. همه الأساسي هو تكوين جيل المستقبل. أنني متفائل جدا بقدرات وإمكانات الإنسان العربي عندما يعطى الفرصة، وأعتقد أن الإنسان العربي مبدع يعني بالفطرة، ولكن يحتاج إلى الفرصة التي يظهر فيها إبداع. نشاطه الذي لا يتوقف في خدمة الناس لا يصرفه عن عالمه الجميل المكمل، وهو عالم الثقافة والشعر والفنون والاحتفالات التراثية، أو الجود بشعره الرقيق الذي يهز المشاعر، أو تشكيل الألوان في صور وتعبيرات ساحرة. لا بد للحضارة من فكر، وللفكر من إبداع، وللإبداع من مبدعين. هذه الجوانب النادرة في حياة الحاكم جعلت الأمير خالد الفيصل يستحق فعلاً لقب أمير الحكم الرشيد وأمير الفكر العربي. أود أن أصحح معلومة سمعتموها، وهي أنني لست أميراً للفكر، وإنما خادماً للفكر.